مش هتنفع تبقى باكينات. هتنفع دي بنت طاقة وطبق طابور. يعني ايه طبق طابور؟ يعني الصورة تبقى القصر من باكينام. انت كل ما تشوف واحدة عايز تعملها باكينام. دي بالذات لازم تبقى باكينام. اه فكرتني، واحد صاحبنا اشترى فيلا عشان صاحبتنا باكينام. طبعا كان لازم اشتري الفيلا عشان خاطر باكينام. باكينام دي اكتر حب حبيته في حياتي، ما اقدرش انساها ابدا. حبيتها، حبيتها من كل قلبي، ما اقدرش انساها ابدا. ياما كنت اقف بعيد وهي قاعده على الكرسي ده واتوه في عينيها، وحشتني قوي. وكانت بتقعد على الكرسي اللي هناك ده كمان. كانت تقعد هنا وتقرا احلى قصص الحب، وكنت اسمعها واتوه فيها وفي عينيها، وحشتني، وحشتني، وحشتني قوي. كل حته فيها بتفكرني بباكينام، كل حته في الفيلا بتفكرني بيها. كانت بتمشي هنا وبتمشي هنا وتدخل من هنا وتخرج من هنا وتنزل من على السلم ده، ازاي انساها؟ كان لازم اشتري الفيلا. كنت قاعد على كرسيها اقول لها عصيرك جاهز يا هانم. اهو الواد عزب شغال، والان المفاجاه الكبرى. باكينام تقبلي تتجوزيني؟ انت مين انت؟ ابن مين انت؟ اسفو عليك انا؟ عشان كده اشتريت الفيلا، وكان لازم اشتريها واخد طاري من الزمن واشتريتها. مش هتنفع. هتنفع. اسمع كلامي. بقول لك هتنفع. مش هتنفع. وانت كنت تنفعي ايه؟ بس انا هفضحك قدام كل الناس. بس البنت دي يا حضرات بس كانت بتبيع كلينكس في اشارات المرور. انا كنت ببيع كلينكس؟ يعني ايه كلينكس؟ مش عارف يعني ايه كلينكس. بس نسيت ايام زمان بس تمشي بالعلب بين العربيات. علبه يا بيه، بس علبه يا هانم، دفعني بجنيه يا بيه عشان خاطري يا بيه. كنت اشوفها وهي جايه عليا كنت اقفل ازاز العربيه بسرعه. كانت تيجي تلزق على الازاز وتريل على الازاز. كنت طبعا بضطر اشتري منها. وكانت تبيع الكلينكس وهي لابسه بنطلون بيجامه رجالي لحد هنا اهو. ايه ده كان بتاع خالي؟ ما هو ده اللي لفت نظري. ايه البنطلون؟ لا الفطيره اللي كانت على البنطلون. ترى يا اهو عمر طلع اهو. ده ميلاد على الرصيف، بنسعى لاكل عيشنا احسن من السرقه والتهجيس. انا سرقه والتهجيس؟ تعالي هنا. لا تعالي هنا. لا انت عايزه تعذبي زي زمان. بس انزلي. انا مين يا بت؟ عزب شديد. انا مين؟ عزب شديد. انزلي. كلينكس ولا مش كلينكس؟ كلينكس. كلينكس ولا مش كلينكس؟ كلينكس. انزلي. نعم انا مين يا بت؟ بو 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 تحت. اه نسيت يا انزلي. اه ها انا مين؟ عزب شديد. عزب شديد. كلينكس ولا مش كلينكس؟ كلينكس. قولي لهم انا مين؟ عزب كلينكس. بت انا عزب شديد، وكل العيال اللي بتتنطط هنا دي اخبارها كلها عندي، وكله متسجل هنا. يا جماعه حد يشيل السيسي اللي صاحبني ده عشان انا مناضل. ايه الصوت ده؟ وثوري وعيب. انا لما قلت عايز عادل رافت لازم تسالوا انا مين. مفتاح. مفتاح. مفتاح بالحضن يا ابن فريال. شوفي خلايا تقولي مش هتنفع. مش هتنفع. لا هتنفع، بس هتنفع في حاله واحده بس. انك تعملي اللي قلت لك عليه. ظبطيها؟ ظبطتها. لبستيها؟ لبستها. انتكتيها؟ ايوه. اوكي دخليها. بس انت اللي جبته لنفسك. يعني ايه؟ انت اللي جبته لنفسك. انت ناوي على ايه؟ ادخلي يا شربات. يعني ايه دي؟ ما تستهبليش. زيزي يا زيزي.
دستور. نعم؟ دستور. دستورك معاكي. هي هي بالظبط هي هي. بقولك ايه؟ ايوه. لا 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 لفي. الف لا. علشان عايز اتفرج. لا لا هواني فرجة ولا بتقول لي الف عشان يا راجلين. هي هي بالظبط هي باكينام باكينام. مين ده اللي بتنام؟ لا مش ب... ايه الحلاوة دي؟ ايوه الست زيزة جابتهولي. ايه الشياكة دي؟ ايوه الست زيزة جابتهولي. ايه الجمال ده؟ الست زيزة جابتهولي. جابتهولي جابتهولي. دي حاجة عظيمة. ايوه. منتهى الشياكة. ان شاء الله يخليك يا باب. بس عايز اسألك سؤال يا شربات. ايوه. ايه ده؟ دي تمسك مني بتراسي. تمسك منك بتراسك؟ ايوه يا باب. مش لايق يا شربات. مش حلو يا باه. مش قوي يعني. يعني هشيله. يا ريت. بس انا يعني لو شعري حيش ولا حاجه. لا 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 حلو 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 جميل. بس تعالي قولي لي ايه ده؟ مين كان بيلعب كوره هنا؟ كنت هقع. قولي لي. ايوه يا باه. رحت لزيزي؟ ايوه الست زيزي قالت لي آه. اطلع عشان اقول لك النشيه بتاع. تقولي لي ايه؟ النشيه. النشيه؟ ايوه يا باه. اسمه النشيه؟ ايوه النشيه. لا 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 اسمه النشيد. ايوه النشيه. اقوله ولا غر؟ لا قولي. ولا غر ولا اقوله؟ لا لا قولي. انا حيرانه اقوله ولا غر؟ لا 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 قولي. ولا غر ولا اقوله؟ لا قولي. يعني بقول افكر معاك كده اقوله ولا غر؟ قولي. ايوه يا بني هقول. كويس. ولا غر؟ لا قولي يا شربات. ايوه يا باه. بس انا لازم ادخل فرقتي يا باه. انت معاكي فرقه؟ ايوه امال ايه؟ تتكلمي جد؟ ايوه باه. طب اوكي دخلي الفرقه. طب دور وشك. ليه هم هيقلعوا؟ لا يا باه دور وشك يا باه. عشان ايه؟ عشان اعمل لك فجأة. تعمليني فجأة؟ واخرعك. وتخرعيني؟ ايوه يا باه. لا اعمليني فجأة بس. طب دور وشك يا باه. حاضر. ياد يا نخله. ايوه. خش يا ولد. حاضر. ازيك يا ست؟ ازيك يا نخله؟ عامل ايه يا ولد؟ مخنوق يا ست. لا يا ولد. انت نخله؟ ايوه. ربنا يطرح فيك البركه. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك يا نخله. ربنا يخليك يا باشا. انت منور والله. ربنا يخليك حضرتك اللي منور يا بيه. ايه؟ مالك يا نخله؟ اصل انا متضايق يا بيه وعندي ماساه. متضايق وعندك ماساه؟ اه. ايه الماساه اللي عندك؟ اصل انا امي ماتت ليله دخلتها. امك ماتت ليله دخلتها؟ اه. امال انت جيت ازاي؟ جيت في تاكس. لا يا باه ده يستهبل ده؟ يشرفوا. هي دي فرقتك؟ لا يا باه يشرفوا. ماشي. دور وشك يا باه. تاني؟ فرقتي يا باه. ايه ده انت عامله بقى حاجه جامده. ايوه امال ايه؟ يا ولا. النبي يا باه. اهو مدور. ياد يا برطم خش يا ولا. مين برطم ده؟ يا مشرفني يا مشرفني يا ولا. مايسترو. اوه نو شياكة شياكة. حلوة قوي المخدة اللي انت حاططها دي. يعني ساعات تعمل كده وتقوم نايم عليها شوية. ايوه ماشي. دور وشك يا باه. لسه في فرقة؟ ايوه فاجئتي يعني. انت عندك فجأة بقى؟ ايوه انا فاجئتي. تتكلمي جد؟ ايوه يا باه. حاضر انا ادور انا. ايوه يا باه دور وشك يا باه. انت مالك مستغلساني كده؟ العفو يا باه العفو يا باه. بس انا قبل ما ادور وشي عايز اقول لك على حاجه حلوه بقى. ايوه يا باه. ايه الفستان الجميل ده وايه ده؟ بروبرو. بروبرو. ايوه يا باه بروبرو. طيب بقى. وايه اللي على عينيك ده كمان؟ بروبرو. كله بروبرو بروبرو. ايوه امال ايه بقى؟ دي حاجه حلوه خالص. دور وشك يا باه. حاضر حاضر. والنبي فاجئتي. انا مستني فاجئتي والله. لا مش هبص. يعني لو بصيت للفجأة هبص. لا لا انا معقوله يعني مش هبص الفجأة. ما بطلعش يعني. انا عايز اخرعك. ايه الفجأة دي؟ دي فجأة هايلة، فجأة عظيمة. ايوه بس انا لسه ما قلتش النشاه. دور وشك عشان اعمل فجأة واقول النشاه. انت مالك بتسخفيني كده؟ يعني انا يعني انا المفروض بشجعك يعني. ده انت سيدنا يا باه. الله يخليك. لا العفو ما تقوليش كده. ايوه دور وشك يا باه. طيب وخلصنا يعني. لا لا العفو يا اجري يلا. إيه؟ يلا يا
أني أسفة بيه. أنا بيعجبنك على طبيعتك يعني. أيوة بيه مالي أني أمثل عليك ليه يعني. لا معقول. أيوة مالي. حاضر أهو. ان شاء الله ادي دي الاستعباط بتاع الاستعباط بتاعك وقفتني ليه ها وقفتني ليه اني لسه ما خلصتش النشيه بتوقفني ليه بتظلمني يا ظالم بتكبتني وتبطني كده اهو ابطك وقفتني ليه واني لسه ما خلصتش النشيه لا لا اله الا الله يا اخ هو النشيه ايوه بتوقفني لا يا خلص 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 النشيه بتوقفني لا حصل له النشيه انا اطم وسطك كده وانت موقفه هو النشيه لسه ما خلص ما خلصش النشيه هو اسمه النشيه ولا النشاه ايا كان يعني ما خلصش طب انا اسف اني قطعتك تقبلته تقبلته؟ ايوه انت بتوقفني لا هو مين اللي بيشتغل عند التاني؟ خلاص انا ما كنتش اعرف ان النشيه لسه مخلص مخلص طب يا اختي كمل النشاه احنا اسفين تقبلناه يلا يا سيدي في تكمله للنشاه يلا لسه كتير يعني انا اسف انا اسف يلا يلا النشيه واحد اثنين هب يسعيدك يسعيدك ايه انت بتخرعيني بقى دي انت مش قلت في تكمله للنشيه ايوه بقى انت قلت اتنين يسعدك هما 16 يسعدك لا بجد واني زودت عليهم حته واني طالع على السلم يا ما شاء الله يعني وانت طالع على السلم كده لقيتي في حته جت في خيالك تقوليها ايوه يا ولا ايوه بقى يعني ده معناه انك بتألفي ايوه بلايف بلايف اسمها بلايف ايوه بألف ايوه بألف اسمها بألف مش بلايف ايوه ماشي إيوة. يعني انت دلوقتي هتسمعينا الحته الزياده اللي هتليفيها وانت طالعه السلم ايوه بقى اوكي نسمعها طب دور مش عايز فجأة كفايه الفجأة اللي فاتت وانت عامله كده قلبي كان هيقف الحقيقه يلا الدخله بقى انا هعمل الدخله دي فرقتني مش عارف ليه المعامله سيئه منك كده يا شربات يا بدر انت سيدنا يا بدر سيدنا انت بتقعدي تديني على قفاه وتقولي سيدنا اللي ده انت سيدنا انا اديتك على قفاك يا بدر حتى ما شفتوش الغلط خلاص انت هنا اتفضلي عايزين نسمع الحته اللي وانت طالعه على السلم ايوه يا بدر استنى استنى حلو قوي الحته الكابوكي دي ايوه يا باني انا بس عايز استعد لها اصلا كانت مفوق دي اللي كانت فاجئه بقى والله فاجئتك ايوه قوي ايوه انا مبسوطه يلا انت مبسوطه حلو يلا يا ابني علشان نشوف الدخله عشان نسمع الحته الزياده اللي الفتها وهي طالعه على السلم انا يا بال هقول لهم يا بال طيب حاضر Thank you.
الشك الشك وارقص واغني يسعدك الشك الشك خلينا مثل يسعدك الشك الشك وارقص واغني يسعدك الشك الشك حم حم البنت شمعة تحترق. ايه؟ ما تخضنيش بقى دي. انت دلوقتي قلتي انك ألفت حتة وانت طالعة السلم. ايوه يا باه. فين دي؟ حم حم. يا سلام. حلوة. وانت طالعة هم هم؟ ايوه. أمال لو كنت نازلة هتعملي ايه؟ نه نه. أنا بضحك معاك. شفت مطرف في مصر عمل كده؟ في الحقيقة لا. اللي ساب التحكيمه بقى يغني يعرف يعمل كده؟ ساب التحكيمه بيغني؟ ده مين ده؟ ما تعرفوش والله؟ لا والله ما اعرفه. ده مشهور قوي. مشهور قوي. عشرة وانا ما اعرفهاش. من استغرق؟ من استغرق؟ طب كمليها. من استغرق؟ يا عشان نفهم. عشرة اوي. طب عشرة مشهورة. أنا حاسس إن أنا أهبل. مشهورة أوي. ده مشهورة أوي. مين؟ يعني قولي. إيه؟ خلاص. أنا مش عارفة أنا. مشهور يعني مين؟ أقول غنوته؟ يا ريت. مش واضحة الحقيقة، يعني نفسي تدققي في الكلمات علشان بس اقدر اركز فيها اذا سمحت. يعني اني هقول واني هغار. اسمع. حاضر. ايه ومتقوليش حاجة، خش يعني اصله مشهورة. انت ما تعرفوش. طب معلش قولي. ايه اسمع. انا سامع اهو. واحد اتنين تلاته اربعه. ايه؟ ولا واحد ولا مية ولا الف ستمية مليون المية ولا مليون. حبيب القلب من هو الجوا واللي ساكن مليون المية القلب هو الجوا كمان المليون القلب هو الجوا ولا مليون. دي حسبة مش اغنية. مش عارف مين اللي بيغني. حكيم ساب التحكيم وبقى غني. لا والله. محمد دياب يعرف يعمل كده؟ مين محمد دياب ده؟ عمرو فؤاد يعرف يعمل كده؟ العكس يا بابا. توفيق عباس يعرف يعمل كده؟ مين توفيق عباس ده؟ عبد الله محمود يعرف يعمل كده؟ شعبان عبد الحليم يعرف يعمل كده؟ مين شعبان عبد الحليم ده؟ ده مشهور. ايه ده؟ الشك الشك زيزي وارقص وامثل يسعدك الشك الشك زيزي خلينا امثل يسعدك بس يا رب بس قولي له النشيه بيه. قولي النشيه والرعايه بيه. يا ريت قولي النشيه. عايز اسمع النشيه. اقول ولا غور؟ ده قولي يا بيه وادهم لا تخافوا من
أهلا بكو شيك. أهلا بكو شيك. زيزي يلي إحنا جينا عندو زيزي الشيك الشيك. أهلا بكو الشيك الشيك. أهلا بكو الشيك الشيك. يلي إحنا جينا شيك الشيك عندو بس هلا الشيك. إحنا فرحانين بلا فرحانين بلا متنيلان كده. زيزي بنا مديلك البنت عشان تزبطيها وتوضبيها تعملي اللي بتعمليه ده. وانيش دراني وانيش دراني ايه جاتك القوى انت ايه مرض عدوى ايه يا اختي انت بتفرجي ثقافتك علينا. اني ضد العولامة. ايه اني ضد العولامة. لا اني ضد العولامة. لا 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 بس يا اما بس يا اختي يلا يلا بره اهدي يلا اهدي. يلا يا كلاب انا في القنافه دي بتاعت يحصل كده. اه يا واد يا ولد ومشهوره قوي ايه ده. طيب يا زيزي انت ضربت في رقبتي ضربت في رقبتي دي مش اخلاق فنان. امال اخلاق ايه؟ زبال. تعالي هنا تعالي هنا وقفي هنا مش عايز اسمع صوتك. ليه بيه؟ ليه بيه؟ ده انا هبهدلك ولا نفس. اني قلت بس اني بس اني قلت اخرصي. كلبانة في شكلك ضربة في مصارينك. انت قلت ايه؟ قلت ايه دلوقتي وانا ماشي؟ اني ما قلتش حاجة. انت هتعملي لي فيها بريئة بقى ما قلتش حاجة؟ انا سمعتك ببرطمي وانا ماشي قلت ايه؟ والله يا ابن اللذين ما قلت حاجة والله العظيم والله اني اولى اني 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 مظلومة بس ايه ابن اللذين دي؟ ده انت سيدنا بس وقفي انا ده انت سيدنا بس على راسنا اسكتي خلاص خلاص انتهينا كاتك الخرا خلصت راحك ده انت راس يا باه اشيلك على بس يا باه خلاص مش عايز اسمع صوتك خالص كدبانة في شكلك السالفه مناخيرك مناخيري انت قلت ايه؟ تعالى قلت ايه دلوقتي؟ انا سامعك وانا ماشي قلت ايه؟ والله يا ابن اللذينة مش عايز اسمع صوتك خالص تعالى تعالي هي نفس الطول نفس الشكل نفس طول الشعر نفس لون العينين هي باكي نام يا ربي هي باكي نام الحمد لله الحمد لله. بقول لك ايه؟ تعرفي تفي؟ جاتك العرف باكي نام قالت شو مش ايه ده؟ جننت ولا يا عزب بكلم نفسك ليه؟ ايوه جننت ايوه وهجننك معايا اصبري عليا جنني لا قلعتوني ولبستوني وصورتوني من غير ما تقولوا لي يا اولاد اللذين بس يا اولاد اللذين دي بس خليكي معايا بص بتوقفوني بالمعوج يا ولاد اللذينة بس بس بتوقفوني معوجة لا بس. لا لا كده بس ده شرف البنت زي عدد. بس دي باكي نام ايوه ودي باكي نام ايوه وانت هيبقى اسمك باكي نام وهندلعك نقول لك يا باكي. انا مش باكي على حد وبعدين انا بنام في بيتني انا من عالي من عالي من عيلة مين ان شاء الله؟ انا شربات بنت الزناتي. يعني بنت الزناتي خليفة؟ ايوه بنت الزناتي خديجة.
أولا زنتي ده مش أبوكي ده جوز أمي. ماني عارفة بقول له يابا. بلا كاني لو لقيت حد أحسن منه وكتاب لما كنت عبرته. يا سلام على الأصل. أيوه والله يا بلا. أيوه برافو عليك. عموما يا شربات يعني أنا أعرف إن أبوكي أحلى من زناتي يعني. إهدي. في إيه؟ أنت يعني شكلك كده يعني بتبصبص لي وبتملس علي وده موقف غير مستحب لأنيسة زيي ويعتبر في القانون تحرش. يعتبر ايه؟ تحرش. واني ممكن اصوت والم عليك ولا الناس. ولا تصوتي ولا تلمي. امال ايه؟ ولا حاجه. ايوه انت هنا اعتذر. حقك عليا تقبلته وانا كمان تقبلته. بره امشي. اهدي بره. ايوه بره. يا ابن الأزينة الناس كلها شاهدة عليك والله. ماشي حسبي الله والله العظيم. طيب. واللي في بطني داني مش هسيبه ابدا والله العظيم. انتوا ليه؟ اهدى تعالي هنا. اهدى. ايه؟ نفسي راح على ترمس يا محسن والله. لا انا مش محسن ولا ترمس. انت بتستهبلي عليا؟ ايه اللي بتعمليه بالظبط؟ انت مش فاهمني ليه يا باه؟ بحب افهم. اني بضحك معاك. اقفي هنا. شوف يا شربات. ماني شايفة لهواني عامية. أنا مش قصدي تشوفي يعني تبصي. أنا قصدي أقولك يعني خليكي معاي. ماني معاك لهواني سبتك ومشيت. أنا مش قصدي تخليكي معايا يعني تفضلي. أنا قصدي أقولك يعني فوقي. ماني فايقة لهواني ضربة بنجر ولا كوشة. بس بقى. بس. أنت إيه؟ لسانك ده مبرد. كل ما اقول لك كلمه تطلعي لي ديل. طلع لك ديل. ديل ايه؟ خبيها ورا. ايه داريه؟ هو ايه اللي داريه؟ داريه داريه. ايه هو اللي داريه؟ داريه دالك. داريه ايه؟ انا مش عايز استعباط. كل ما اقول لك حاجه تقعد تمط في الكلام. تمط في الكلام يا بني. قلت حاجه بتقولي كتير. الله اني هخلص. لا ما تخلصيش. امال ايه؟ خدي بالك. ها هو ايه؟ بالي. يا بنت اللذينة والناس دي كلها شاهدة عليكي. واللي في بطني ده والله يا بنت اللذينة ما حسيبك ابدا. لا 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 اقعد عشان نستريح. ليه؟ عشان اللي في بطنك يا اختي. اختي في عينك. هتستعبطي عليا؟ دي مين؟ وانا جدرانة مش بتقول تصويرتي؟ دي باكينام. ايوه ودي؟ باكينام. ايوه اني فين؟ الحمد لله. دي باكينام؟ وده بكي صاحي. اني بضحك معاك. قولي ورايا. انا بكي نام. اهدي. ايه؟ انت مش لسه ان ده بكي نام وده بكي نام؟ يبقى انت ازاي بكي نام يا اخوي؟ اسمها ايه؟ بكي نام. بكي نام. اسمها باكيناه. ايوه يعني انا هخرج من النشيه ادخل في باكيناه. انت بتجيب الكلام ده منها؟ الا باكيناه. اسمها باكينام. ايوه باكيناه. اللي ايوه باكيناه. اسمها باكينام. ايوه باكيناه. ايه القلاطه دي؟ اللي ايوه باكي. كل حاجه ايوه. ايوه باكيناه. ايوه ايوه. ايوه باكينا. البنت محضره دكتوراه في ايوه. كل حاجه ايوه. ايوه ايوه دكتوراه. ايوه ايوه ايوه. كاني حمار. ايوه جاتك الهوا. ما تستعبطيش. اقفي هنا. انت باكينام. اهدي. ايه؟ انت مش الساين ده باكينا وده باكينا وان انت كراجل يعني باكينا؟ يبقى ازاي باكينا؟ دي باكينام. ايوه. ودي باكينام. مفهومة. وانا باكينام بدري. اني بضحك معاكي. ماني عارفة الله يحفظك. تحبي تبقي باكينام؟ ايوه. الحمد لله. ايوه. بس انا عايزك تفهميني. اني فهمك والله. تفهميني كويس يا حبيبتي. يا باني فهمك والله. يا ماما فهميني بقى. انت ابني؟ كنت فين يا صايع يا قلع؟ كنت فين يا طير؟ يا كنت فين يا؟ كنت فين ايه؟ هو مين ده؟ انا ابنك؟ ايوه. انت هتسكتي ولا اديك على خلاتك؟
عايزت تدمك على خلقتك. انت مش ابن بطني. ايه يا اختي؟ انت ابن حرام يا ولد. بيت؟ بقول لامه بيت بعد ما شلت 17 سنة. 17 سنة؟ ايوه. ليه؟ ده انت كاتب غلبتي في ريال. 17 سنة ده ايه؟ ايوه. يلا عذب. والنبي ايه؟ ايوه. كل حاجة ايوه. خلاص قلت لك تحب باكينام؟ خلاص قلت لي حبقى باكينام. ايوه حبقى باكينام. اوكي. ايوه. علشان تبقي باكينام قول اعملي اللي هقول لك عليه. قول. هتعملي اللي هقول لك عليه؟ ايوه قول. ايه ايوه قول. قول قول ايه؟ اقول حاضر هقول. ايوه قول. حاضر. علشان تبقي باكينام ايوه اقف يا عدل كده. ايوه. افردي ظهرك كده. صدرك لقدام. ايوه. دقنك لقدام. اهدي يعني كده اهو. بالظبط كده. اه كده اهو. علشان لما تمشي تمشي كده اهو. ايه العبط ده؟ عبط في عينك. ايوه بقى. لا بان يا اسفه بنت على راسنا بقى. طب امشي واني هبرص عليك. ايه؟ امشي وهتبرص عليا؟ اسمها هبرص عليك؟ ايه؟ ليه همشيلك على الحيطه؟ اللي هبرص عليك دي كمان. ما تجننينيش. أنا جننتك. ايوه بتجننيني يا ظالمني. بس مفتري. اه انا مفتري. ايوه ايوه مفتري. ايوه ايوه انا مفتري. هتتشوي فوق. بس بقى تقف يا عادل. ايوه. دقنك مش كده، دقنك لورا شويه. ايوه. بصي بقى ركزي معايا. ايوه يا بقى. عايز منك ليونة. ليمونة؟ لا. لا يعني. ليمونة ايه؟ بقول ليونة ليونة. ايوه قصدك يعني. ايوه قصدك يعني. ده سهل القصدك ده. واني بعرف اعمله والله. كده هتبعتري زي الرز. ما تقولش رز قول عدس. اني بضحك معاك. بس. اهديه. ايه؟ انت تركب الهواء ولا مش عايز تعبط؟ اقف. انا بستعبط يا ولا يا باه. اقفي بقى. الله. بس بقى انا عملت حاجه بقى. طب اقفي هنا. ايوه بقى مش عايز استعبط بقى. الله. نام. اقفي بقى يا بني. واقفه واني قاعده. ابعدي شويه. لا بقى ده القرب حلو يا باه. هتستعبط يا منى؟ اللي هو كده خلاص بقى. ايوه باه. طب بس خلاص. بصي بقى. باكينام لما كانت بتمشي كانها بتقول لنفسها انا باكينام وانا واثقه في نفسي. ايوه انا باكينام وانا ماسكه في نفسي. ماسكه في نفسي؟ ايوه اللي بعدها. ايوه. اسمها واثقه في نفسي. ايوه واثقه في نفسي. ده روسي ده؟ يعني ايه واثقة في نفسها؟ ايه لا واثقة في نفسها دي؟ امال لا واثقة في نفسي. واثقة في نفسي. ايوه واثقة في نفسي. ايوه هي دي بالظبط. واثقة اني في نفسي. اه بصي بقى انا عايزك تمشي بقلاطة. بلاطة؟ اهدي. بلاطة ايه؟ امشي بالشاكة. اني شيك والستة زوزة جابت لي اللبس ده وقالت لي اني شيك. امشي بلاطة. وقالت لي اني بت امشي بشموخ. قالت لي تشمخ يا بنت على انا عايزك هانم. وقالت لي اكتر. يخرب بيتك. ايه بت؟ اهدى. في ايه؟ اني تعبت. مش عايزه تبقي باكينام. اعملي اللي بقول لك عليه. باكينام دي صعبه. اني عايزه البنت بطه. باكينام. البنت وزه. باكينام. البنت خضره غارتنا. انا قلت باكينام. لا باكينام. ادفع لك ولا باكينام. ايه؟ قلتي ايه؟ تعالي هنا. بت بقول لك ايه؟ اثبتي. قولي قلت ايه؟ قولي قلت ايه؟ اتحفيني انا سعيد. قولي قلت ايه؟ ادفع. ادفع؟ ياتي قطة والله. ادفع. الله الله الله. ادفع. هي هي بالظبط. مرة كمان. انت مبسوط ولا ايه؟ جدا جدا. املى لك ازازي واحد. لا
ازازة ايه؟ امال ازازة ليه؟ يعني جرعة متكثفة كل شوية تف تف. لا انا عايز منك حاجة واحدة بس وتقوليها لي. ايه؟ انتي باكينام؟ ايوه.